مباراة ميسينا 2006 لما جاب هدف بالايد وكان الحكم وقتها قال له ايه؟ قال له جول، قال له جول، قال له جول. حكم اللقاء الكره المره دي بضحك عن دي روسي عشان روما ينجح يسجل. ادي التمريره الحلوه لنيانجولين اللي امامنا هنا، سجل في مرمى بولونيا ويسجل هدف تقدم اللاعب نيانجولين في هذه اللقطه في هذه اللحظه، هدفه الثاني بالوان فريق نادي روما وهدفه الرابع هذا الموسم امامنا هنا البلجيكي الملامح الاندونيسيه. لكن شوف التحرك وشوف التمرير، يا سلام على التمريره، يا سلام على التمريره الحلوه، حلوه الكوره الى نيانجولين والسعاده والفرحه. يا لعيب 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 لياييتش امامنا هنا اللي كان لاعب في نادي فيرونتينا يصنع، ونيانجولين القادم من نادي كالياري الدولي البلجيكي يسجل عشان يتقدم فريق العاصمه فريق نادي روما في الدقيقه 26 بهدف ملعوب 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 حلوه.